خليني أسألك كيف يتم استقبال اللبن؟ كيف يتم التعامل معاه؟ كيف يتم التأكد من سلامته، من خلوه، من أي محاولة للغش؟ إحنا خط الدفاع عن المستهلك. تمام. أشرح طبعاً لي. اللبن الحليب بيبدأ من خارج المصدر، من اختيار المزرعة. طبعاً إحنا بنعمل أوديت على المزارع، أفضل مزارع موجودة في مصر، المزارع اللي بتحتاج دعم بندعمها، بنعمل أوديت شهري، بنتابع شغل الهيجين، شغل تعقيم المحلب، متابعة كل المزارع الخارجية. عندنا حوالي 17 مزرعة معتمدين من أكبر مزارع مصر. العربية بتجيلنا، عربية الاستلام بتبدأ. أنا شغلي عندي دخولها باب المصنع، بتأكد من نظافة العربية، ده شغل الاستلام الظاهري. بتأكد، بفتح التنكات بتاعة العربية، بشوف ريحة اللبن، طعم اللبن، وجود شوايب أو عدم وجود شوايب. وأول يعتبر اختبار الحرق. ممكن ترفض من الفحص الظاهري؟ طبعا ممكن يكون موجود فيه شوايب، عدم فلترة اللبن، اللبن ريحته غير مظبوطة، بتأثر طبعا اللبن من أنواع اللي بتأثر من نوع التغذية بتاعة البقر. بقيس درجة الحرارة، أنا عندي درجة حرارة ما تزيدش عن درجة 8 درجة مئوي، دي شيء أساسي. واخد العينة وأقلبها كويس قوي 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 لمزج العينه الموجوده. ممكن عربيات كبيرنا تيجي لنا حوالي 30 طن او 40 طن، وفي عربيات صغيره. العربيات اللي فيها اكتر من 20 طن هتلاقي كذا تانك، لازم اقلب كويس جدا، اخد عينه مماثله للتاكد من نسبه الدهن. نسبه الدهن مهمه جدا بالنسبه لشغلي، للتاكد من نسبه البروتين، للتاكد من الكثافه اللي بيتحدد بقى الكوست بتاع اللبن الحليب والتكلفه بتاعتي. بعد ما اخد العينه خليني اسالك سؤال قبل ما ندخل في مساله سحب العينات. بيتساوى لبن المزارع نفس الإجراءات مع لبن مراكز التجميع؟ أنا عارف أن أنتوا هنا بتهتموا جدا بمراكز التجميع لتشجيعها، عندنا ثروة كبيرة جدا. تمام. حوالي 3.5 مليون طن من مراكز التجميع، بتخضع لنفس الاختبارات المشددة عشان نضمن عدم وجود غش فيها؟ طبعا المراكز التجميع، في مراكز تجميع احنا بنتابعها، وده المراكز الوحيدة اللي بتاخد دعم مننا أكتر من المزارع. ليه؟ عشان نأكد قوي للبن بتاعها. احنا بناخد حوالي 100 طن، بنأهلهم طبعا، بنلاقيهم. تمام. بناخد حوالي 100 طن 150 طن، كل ده بيتوجه لصناعه الجبنه. تمام. وليس اللبن المعقم. اللبن المعقم من المزارع المعتمده اللي احنا عارفين فيها عدد الروس، عدم البقر اللي موجوده، عشان ناكد الكميات بتاعتنا ونعرف المصدر واحد مش مصادر مختلفه، ونحافظ على الهيجين وعلى النظافه ونسبه العد البكتيري، حاجه مهمه جدا بالنسبه للبن التعقيم، وخاصه لبن عبور لاند. عشان انا اللبن بتاعي باخده ببستر، بعقم، بعبي، ما فيهوش فيه اي اضافات، بتاكد مفيش اي نزع للدهون، مفيش اي اضافات. اللبن بيجي المينيمم الدهن بتاعه 3.5%، نسبه بروتين 3%، الاس ان اف لا يقل عن 8.5%، اعلى من المواصفه اللي احنا المطلوبه مننا. بناخده، بنبستر، بنعقم، بنعبي للمنتج للمستهلك. يعني لو سحبت اي علبه من السوق هلاقي نسبه الدهن بتاعها هي نفس نسبه الدهن اللي دخل بيها؟ لا يقل عن 3.5. دهن دخل، لبن عندي دخل 3.5، هتلاقي لا يقل عن 3.5، وده اساسي. ومواصفة عندنا كمان اعلى من المواصفة بنص في المية بنسبة الدهن. يعني اللبن بخيره. يعني اللبن بكل المواصفات الطبيعية، كل المكونات الطبيعية بتاعته، لبن عبور لاند داخل العبوة. تمام. بعد ما استلم خدنا العينات، بيحصل فيها ايه؟ طبعا انا باخد العينة، بقسم العينة، انا وانا باخد العينة من العربية باخد العينة عينتين معقمتين، بيكر معقم، او باخدها في سرنجة معقم. ده الخاصة بالعد البكتيري. بعمل اختبار اسمه ازرق امسيلين، الاختبار ده العد البكتيري بيظهر بعد 48 ساعة. طب انا باخد الاستلام ده بياخد معايا وقت حوالي 20 ل 30 دقيقة. طب اعرف اللي هو العد البكتيري بتاعه كويس ازاي؟ في اختبار سريع اسمه ازرق امسيلين. في خلال التلت ساعة اللون بتاعه الازرق في الاختبارات، لو زال في خلال التلت ساعة العد البكتيري بيزيد عن 300 ألف خلية. برفض العربية فورا. بعد كده بعمل اختبارات إضافة فورمالين. إضافة الفورمالين دي يعتبر مادة حافظة ومادة مسرطنة، ما ينفعش أصلا تضاف في أي أنواع من اللبن. بعمل الاختبار بتاعها طبعا. بيظهر فيها المفروض الاختبار اللي أنا بعمله بيظهر حلقة بنفسجية، ده الإيجابي. الحلقة البنية العادية اللي أنا بستلمه بعد الاختبار ده، ممكن بعض أنواع الألبان بيضاف مادة قلوية، صودا أو كربونات وبيكربونات. طبعا انا بستلم بحموضه، الحموضه بتاعتي، لا الحموضه بتاعتي لا يعني مينيمم 13.5 14.5. تمام. طيب ممكن لبن عنده يرفع حموضه، ايه اللي قلل الحموضه؟ ماده قلويه. انا بكتشفها باختبار عندي الكربونات والبيكربونات، الروزاليك اسيد. ياخد العينه منه واحط 1 مللي من الدليل يدي لي لون وردي لو في الاضافه دي، بروح مانعه فوري، بروح مانعه خلاص الاختبار غش. في اضافه نشا، بحط دليل اليود، النشا ده ماده مالقه، يغلظ ماده مالقه، يديني اللبن ده قوامه عالي.
ويوزن معايا ويوزن معايا ويديني ماده يقول لي ده ماده صلبه لبن تقيل الموضوع اللبن. لا 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 اختبارات اصلا ولازم الاختبارات كيماويه. بعمل اختبارات يوريا. انت طبعا هتختار تستغرب يعني ايه يوريا. اليوريا دي جت في وقت تضاف لزياده نسبه النيتروجين نسبه البروتين. البروتين اللبن من انواع اللبن البقري او الجاموسي لا تقل عن 3% لغايه 4%. طيب ممكن اللبن يكون فيه اي حاجه من بره يروح حاطط يوريا تزود نسبه النيتروجين اعمل الاختبار الاقي ان البروتين عالي يبقى انا ايه ابقى انا خدت لبن مغشوش. هو ده ليه ربحيه في سعر اللبن؟ طبعا انا الكوست بتاعي بيتوقف على نسبه الدهن ونسبه البروتين ولسه النف والكثافه بتاعته. طيب ده لو اي حاجه كوست غير يعني كده من هنا برضو بتحدد سعر اللبن. طبعا انا في نسبه خصم وفي نسبه مكافاه كمان للبن الكويس. انت اللي بتحددها داخل بنحددها هنا. انا عندي مثلا متفق ما يقل عن 3.5 فوق 3.5 بندي كوست بندي مكافاه. وعلشان كده بناكد قوي ده تعليمات اداريه وتعليمات الجوده عندنا يعني حاجه صعبه جدا ان لازم اللبن ده يكون في كل الاختبارات 10 اختبارات مهمه جدا عندنا. التهاب درع ممكن يكون بعض انواع البقر عنده التهاب درع ويحلب اللبن هو ما بيعملش الاختبار هناك ويحلب اللبن فيه يبقى فيه مضادات حيويه وفيه التهاب درع. عندنا اختبار اسمه برومو سمول بلو ده بيؤدي بيظهر لي فيه التهاب درع او لا. وعندي كيدز بعمله بيشوف عندي فيه مضاد حيويه ولا مضاد حيوي بيضاف ليه ممكن يكون عنده بيعالج الحيوان بتاعه بيعالج البقر تعبان ممكن يحلب من اللبن ده اللبن دوت فيه مضادات حيويه هيجي لي في اللبن يضر في المنتج ويضر المستهلك ويبقى ضرره فظيع جدا. اللي بيكرر الاخطاء دي بتعمله معاه ايه؟ طبعا يعني اذا تكررت هذه الاخطاء من مزرعه في 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 اخطاء لا راجعه فيها من اول مره برفع طبعا الاضافات اي ماده كيماويه بعمل بلوك على المزرعه بعمل بلوك على المزرعه بدال وجه نفسه لكده على اضافات مواد كيماويه او مضادات حيويه. شكرا. المزرعه مفيش امل منك مفيش امل منه خلاص ما ينفعش انا اعالجه عشان هو هيدنه كده في ازمه في المزرعه ما انا ما اتاثرش بيها. عشان كده احنا بناكد قوي عندنا عندنا 17 مزرعه بننوع زي ما احنا عايزين بالكميات اللي احنا عايزينها. الباب مفتوح لاي مزرعه جايه اي مزرعه تخش واي مزرعه انا بعمل لها اوديت بيجي لي بتقدم طلب بتقابل الجوده انا بعمل عليها اوديت في شغل الانظمه بشوف الشغل انا عندي كده كذا حاجه كذا مرجعيه 1 2 3 واعمل له تقييم تقييم اقل من 70% خلاص ممكن ناخد او ما ناخدش. فوق ال 75% نبدا على كميه الاستهلاك بتاعتنا نبدا نتعامل معها. من اهم